يواجه اليوتيوبر الصاحب فيديو مقلب الخليجي الذي أثار جدلا واسعا في وسائط التواصل الاجتماعي عقوبة حبسية قد تصل إلى 3 سنوات سجنا. فحسب ما أفاد به المحامي بهيئة تطوان والقاضي السابق محمد الهيني، يعاقب الفصل 447(1) من قانون المسطرة الجنائية بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 2000 درهم إلى 20,000 درهم كل من قام عمدا وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها. وأضاف المتحدث نفسه في تصريح أنه يعاقب بنفس العقوبة من قام عمدا وبأي وسيلة بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته. ما تنساوش تكليكيو على الاشتراك على قناة صحيفة 24، وكيف ما تنساوش زورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.